أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نمضي ونتواصل. وصلنا بكم الآن إلى فقرة الرياضة، والتي فيها دائما ما يكون إضاءة على أبرز المواضيع الرياضية والأحداث الرياضية محليا وعالميا. نسعد أن نرحب اليوم بعوض العبيد، الذي دائما ما ينضم إلينا في أوقات متفرقة عبر الأسبوع للترحيب. طبعا لأنه أنا ما بدي يوم الجمعة كثير، وما متعود على الحاجة دي، فقلت أوقات متفرقة لي. شوف الأوقات دي معك كيف، كيف أحوالك وجمعة طيبة؟ والله الحمد لله، جمعة مباركة للجميع. ودائما طبعا انت وحمزة، يعني صراحة الواحد بيكون سعيد جدا انه يكون متواجد معاكم كده. حتعمل فتنة بالمناسبة. لا لا، ما فتنة، لكن دي حقيقة يعني، دي حقيقة. الجمعة طبعا دائما بيكون موجود الزميل عبد الرحمن عيدروس، وهو الآن ربنا يديه الصحة والعافية. نعم، هو سافر مصر ل يعني بعض ال يعني هو بيتعالج ان شاء الله. ربنا نسأل نعم ربنا تعالى أن يعيوه بالصحة والعافية. نعم، الحياة الصحة والعافية له عبر الصباح الشروق إن شاء الله. نعم إن شاء الله ربنا يعني نعم عليه بالصحة زي ما قلت. وطبعا يوم الجمعة دائما بيكون يوم يعني متميز، وإن شاء الله يكون متميز دائما في الرياضة وفي كل الأحوال يعني. إن شاء الله فقد الوسط الرياضي والوسط الأزرق بالتحديد رحيل حارس الهلال السابق زغبير. هذا الرحيل المر بدأ حياته بنهر النيل، بالتحديد عدبرة في أجبال، وامتدت مسيرته الحافلة بالعطاء بالنسبة للرياضة في السودان عموما. نعم، نسأل الله أنه يتقبله ويعني يكرم مثواه، وهو فقد كبير للوسط الرياضي والوسط الهلالي تحديدا، حارس الهلال والمنتخب السابق زغبير، اللي هو عضو في مجلس إدارة نادي الهلال في الفترة الحالية. ويعني يمكن هو توفى إثر علة مفاجئة، يعني ما سمعنا أنه كان مريض في الفترة الماضية، لكن صراحة فجع الوسط الرياضي بهذا الرحيل. نسأل الله أنه يتقبله، ونتمنى أنه يعني الهلال، نادي الهلال أو مجلس الإدارة يعمل يعني على تكريم هذا الرجل الذي قدم الكثير للرياضة السودانية والهلال تحديدا. وهو طبعا من أسرة من عضبرة، كان متواجد في الخرطوم في الفترة الماضية، وهو عنده طبعا ابنه إيهاب زغبير الحارس المعروف، كان في أهل الخرطوم وكان في المريخ العاصمي. وطبعا هو قدم الكثير يعني في الفترة الماضية، نسأل الله يتقبله يعني أصحاب اليمين، يعني حارس مسيرة مؤثر، مسيرة نعم طويلة، وحارس نعم يعني حارس من العظماء صراحة، وفي العهد الذهبي ومن يعني حراس الهلال نعم في العصر الذهبي، اللي حاليا نتمنى انه يكون في يعني مثال في الزمن ده ان شاء الله. ان شاء الله، يعني هذه الخانة تحديدا في السودان، في القمة في الآونة الأخيرة أصبحنا يعني نشاهد الأجانب والمحترفين الأجانب تحديدا في حراسة المرمى، وليس الهلال الآن ببعيد عن ذلك. نعم، وهو فقد ربما يجعلنا يعني نستلهم منهم من العبر والدروس من لاعبين كانوا عظماء وأفذاذ، سجلوا أسماءهم بحروف من نور ومن ذهب في تاريخ الكرة السودانية، بأخلاقهم، بمهاراتهم العالية، بالتزامهم بكثير جدا من الأشياء. نعم، هو حقيقة زي ما أنت ذكرت، هذه الخانة حاليا بتواجه خلينا نقول مشاكل في الأندية السودانية، بالذات الأندية الكبيرة، وشفنا الأندية بتستعين بحراس مرمى أجانب. وإن كان يعني طبعا في الهلال الآن جمال سالم هو أصلا كان في المريخ موجود، وكان في قرار في السابق بمنع الاستعانة بالحراس، ولكن هذا القرار يعني تم التحايل عليه من الأندية، وواضح إنه أثر سلبا على مردود حراس المرمى في السودان، حتى على مستوى المنتخب القومي. انت لما يكون عندك حراس في الهلال والمريخ اجانب، اكيد ما يكون عندك حراس على مستوى عالي في المنتخب. دائما الهلال والمريخ هم بيستعينوا، لان عندهم الامكانيات بيستعينوا بالحراس المميزين. في حراس مميزين في السودان، يمكن انت زي ما ذكرت يعني المرحوم زغبير وسبي الدودو وحامد بريمة في المريخ، هم من الافزاز كانوا في هذه الخانه. وفترة طبعا طويلة الأمر يعني أصبح ما زي السابق، ولكن في مواهب موجودة وفي إمكانيات كبيرة يعني تستحق أنها تتصدر المشهد في حراسة المرمى. أتمنى الاتحاد العام نفسه يعني يمنع هذا الأمر، حتى
لا يتأثر المنتخب الوطني بذلك. طيب في ملفات وكشوفات انتهاء العقودات بالنسبة لفريقين سواء كان في الهلال أو المريخ بشا سموال عقدهم انتهى، هل في استمرار أنه يواصلوا المشوار مع الفريق خاصة مع ذكر اتحاد الكرة بأنه أي لاعب انتهت فترة عقده ممكن أن يستمر في اللعب وتجديد العقودات؟ نعم، وطبعا في الموسم في المواسم الماضية كانت في التسجيلات بتبدأ في شهر 11 الاتحاد العام لكرة القدم، لأنه عايز يعني عمل تعديل في الموسم الرياضي، لأنه عايز ينهي الموسم في شهر 5 عشان يتوافق مع رزنامة الاتحاد الأفريقي اللي هي الكاف، فحصل تعديل في مسألة التسجيل، فالتسجيلات بدل شهر 11 حتكون في شهر 1 من يوم تقريبا من أول من يوم 1 يعني مع السنة الجديدة، بالتالي عقودات اللعيبة اللي بتنتهي يوم 31/10 أو يوم 30/10 بتكون سارية، لأنه حتى حاليا لا يحق لأي لاعب أنه يوقع لأي فريق داخل السودان، طبعا ممكن يوقع خارج السودان، لكن الآن حاليا ما في أي فترة بتاعت انتقالات، انتقالات حتبدأ يوم 1/1/2020، بالتالي الأندية مخيرة بأنها تفاوض هؤلاء اللاعبين، مجرد تفاوض يمكن أن يعني توقع معهم عقودات خارج إطار الاتحاد، عقودات يمكن أن تكون ملزمة للاعبين، ومن بعد ذلك تقوم بإكمال إجراءاتهم مع فترة القيد الزمني للتسجيلات، يعني حتى الآن أنت يمكن أن تتعاقد مع أي لاعب ولكن ليس عبر نظام الاتحاد أو عبر سيستم الاتحاد. أندية طبعا من حقها أنها تفاوض لاعبينها، والاتحاد زي ألزم الأندية بأنه تأتي اللاعبين تعويض، تديهم تعويض مقابل الشهرين يعني. في الهلال في طبعا تذكرتها سمو عبد اللطيف، عبد اللطيف بوي، بيش الصغير، المريخ أيضا في محمد عبد الرحمن، في رمضان، محمد هاشم التكت، في رمضان عجب، لا رمضان عجب مستمر حتى مايو، لكن في المريخ في التكت محمد عبد الرحمن، في اللاعب التاج إبراهيم، مجموعة من اللاعبين هم الآن يعني مطلقي الصراح، هم الآن ما بيحق لهم إنه يلعبوا في أي فريق ما لم يعملوا عقودات إلا خارج السودان، داخل السودان ما عندهم إمكانية، لكن طبعا الأندية تحاول دائما إنه تحافظ على اللاعبين، يعني في رأي عبد اللطيف بوي لاعب قائد للهلال، أيضا سموال مستوى قدم مستوى مميز، وأكيد الهلال مجلس الإدارة يعني الآن في حديث حوله إنه جلس حيجلس معهم، نفس الأمر حينطبق على المريخ لأنه لاعبين مهمين جدا في المريخ الآن بيفهمهم في إطلاق الصراح، لكن هم الآن طبعا إلا تجيهم عقودات أو عروض من خارج السودان. ممكن يتدربوا الآن مع الأندية، يعني انخراطهم في التدريبات كيف يعني الآن اللاعبين المنتهي عقوداتهم؟ هو طبعا هم الآن مع فرقهم يعني في في في, في المريخ برضو، في أنا نسيت اللاعب أمير كمال القائد برضو عقده منتهي، لكن طبعا الاتحاد بيلزموا أنه يواصلوا مع فرقهم من خلال التدريبات، من خلال المشاركات، ما بيقدروا يشاركوا مع اي فريق اخر ما لم تاتي فتره التسجيلات. جميل. بالتالي هم ملزمين انه يواصلوا مع فرقهم ما لم يكن في عرض خارجي يعني. لكن حتى الان معلوماتي بتاكد انه اللاعبين هم ممكن ان يواصلوا مع فرقهم بذات في الهلال والمريخ. نعم، نذهب لملف المنتخب الوطني، ويعني تحدثنا فيه اكثر من مره واعداده لمباراه ساوتومي المقبله، الان اقتربنا اكثر. وكل ما نقترب أكثر نتحسس شكل الإعداد وشكل المنتخب وقائمة المنتخب المرتقبة نظرا لأهمية اللقاء وأهمية المجموعة وأهمية المناسبة أيضا والمنافسة المهمة، الطريق إلى قطر، الطريق إلى أمم إفريقيا، عقبات صعبة في انتظار المنتخب القومي الذي لم يحسم حتى الآن بعض الملفات، يعني لم تتضح الآن للجماهير السودانية مسألة المحترفين اللاعبين السودانيين الذين ينشطون في دوريات خارجية، إذا كان في السعودية أو في أوروبا بصورة عامة، بعض الأسماء رشحت، هناك من حدد القائمة، البعض أكد اعتذر، هذا الملف شائك نوعا ما، لكن تحدثنا عنه قبل، لكن الآن اقتربنا، بعثة ساوتومي تؤكد أنها في 10 نوفمبر ستصل إلى الخرطوم والمباراة اقتربت. نعم، هو طبعا بالنسبة لساوتومي يعني في النهاية مباراة تكون هي الأسهل لمنتخبنا، لأنه منتخب ساوتومي هو من المنتخبات الحديثة في كرة القدم، يعني هي الدولة نفسها يعني دولة حديثة، يمكن نالت استغلالها بعد 1975 كانت مستعمرة برتغالية، الكرة فيها يعني ليست متطورة بالثورة الكبيرة، ولكن منتخبنا طبعا مواجهة بمباراة صعبة جدا، طبعا المنتخب حيواجه ساوتومي يوم 13 في استاد الهلال، وبعض المباراة مباشرة سيغادر
الى جنوب افريقيا لمواجهه طبعا منتخبها. نتكلم عن الكان امم افريقيا معناها بها محترفين. فصراحه الامر صعب جدا، خاصه انه احنا عارفين ان الكوره مطوره جدا في جنوب افريقيا. يعني المنتخب انا في رايي مواجهته الى حد ما معقوله امام ساوتومي. مباراه قادمه الاصعب هي امام جنوب افريقيا، ودائما نتحدث عن المباريات الاعداديه القويه اللي ما تكون موجوده. يعني احنا الاتحاد العام دائما يتحدث عن انه الامكانيات موجوده، الاموال موجوده، ولكن ما قاعد نشوف مباريات كبيره. يعني لا يتم استغلال يوم الفيفا اصلا، ما قاعد نلعب في الفيفا ايام الفيفا، وبنشوف الفرق من حولنا. المنتخبات بتلعب مع فرق، يعني حتى المنتخبات الافريقيه بتلعب مع فرق من اوروبا، منتخبات اوروبيه من امريكا الجنوبيه. يمكن الدوله الوحيده ما قاعد تلعب في ايام الفيفا هي السودان. انا ما اعرف السؤال ده، وصراحه مطروح للاتحاد السوداني لكره القدم ولجنه المنتخبات اللي بتتكلم دائما عن الامكانيات. يعني دائما ما قاعدين نشوف المنتخب ما بيلعب في ايام الفيفا، ما اعرف يصير في القصه دي شنو. يعني منتخبات زي النيجر، زي مثلا بوروندي، زي رواندا شفناها بتشارك في مباريات. يعني اخر مباراه مثلا شفتها منتخب النيجر اللي عنده محترف في المريخ الان هو موجود عبد الرحمن الامان، دائما يغادر ويطلب الاذن ليسافر يؤدي مباريات مع المغرب، مباريات مع السنغال، مباريات مع منتخبات قويه. دي هي اللي بتدي الاعداد الحقيقي للمباريات الكبيره وتساعد في التصنيف. نعم تساعد في التصنيف حقيقه، بترفع التصنيف. احنا طبعا تصنيفنا اخر تصنيف للاسف الشديد يعني كان 130، وبعده يعني كان 128. التصنيف صراحه خلينا نقول يعني لا يتناسب مع امكان مع سمعه الكره السودانيه وحديثنا حول انه نحن من الاعمده الاساسيه. نحن مغربين على القاره الافريقيه، نحن كنا من مؤسسين الاتحاد الافريقي لكره القدم. المباراه طبعا بتاعت ساتومي الى حد ما معقوله، ولكن ايضا هي صعبه. انت في النهايه هذا المنتخب هو بالنسبه لنا يعني نحن ما عندنا عنه معلومات، لكن خلينا نقول هو قريب جدا من 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 منتخبات غينيا وشيشيل، نفس قريب جدا من نفس يعني نفس طريقه الاداء اللعب. اتوقع انه المنتخب ان شاء الله يقدر يستطيع انه اللاعبين بخبرتهم، ولكن تبقى المحك في المباريات الصعبه القادمه بالذات مباراه جنوب افريقيا. في حديث حول المدير الفني زدرافكو الكرواتي اللي حتى الان يعني لما نرجع لنتائجه مع المنتخب بنلقاها يعني هي مش متباينه، ولكن انا في رايي نتائجه مع المنتخب هي لا تشفع له بالاستمرار. هو اكثر من عامين موجود، يمكن الانجاز الوحيد كان له هو انه حقق مع المنتخب برونزيه الشان 2017، لكن المنتخب لما هو وصل للقياده الفنيه كان اصلا منتخب موجود ومكون، وكان صعد عن طريق المدرب الوطني برهان تيو محسن سيد الثنائي. بعد ذلك خلاف ذلك كل المشاركات المنتخبات السودانيه كانت صراحه يعني ما كان في اي انجاز يذكر. وانا يعني شايف انه طبعا في حديث حتى لجنه المنتخبات حدثت انه هذا المدرب ربما يغادر، ولكن حتى الان هو موجود. لا ندري يعني هذا الامر الى اي مدى، الى اي يعني فتره سيظل هذا المدرب، على الرغم من انه صراحه خلينا نقول فشل مع المنتخب، يعني فشل واضح على كل الاصعده. هو للاسف يعني هو بيشرف على اربع منتخبات، على الناشئين، على الاولمبي، على الفريق الاول. يعني هذا الامر لا يحدث الا في السودان، يعني مدرب واحد يشرف على اربع منتخبات. هذه المساله لا تستقيم يعني. وحتى هو تاريخ مدرب نفسه ما عنده تاريخ يعني يذكر، ولا عنده انجازات تذكر مع منتخب. حتى يصر عليه الاتحاد، الاتحاد العام يكون عنده لجنه فنيه متخصصه في هذا الامر، ويقوم بمعالجه هذا الامر، يستعين بابناء السودان. من عاد السودان لامم افريقيا كان مدرب وطني. نعم كان مدرب وطني، وابناء السودان يعني كثر موجودين. وهو انا خليه الان اللي بيأدي فيه المنتخب ده. يعني احنا مثلا شفنا خساره غير متوقعه امام تنزانيا في تصفيات الشان. احنا في الموسم في النسخه الماضيه كنا فيها ثالث، يعني ده بيوريك انه في تردي في المستوى يعني، وما في تطور. الدول من حولنا تتطور وتذهب الى الامام، ونحن دائما يعني نعود الى الخلف. نعود الى الخلف، مشكله كبيره يعني. مقدرين جدا عوض العبيد المحلل للرياضه ومحلل النوافذ الرياضيه من خلال صباح الشروق على الاضاءات اللي قدمتها، كثر خير. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا حمزه، وشكرا يا حسام. ان شاء الله يعني نقابل يوم الثلاثاء لو انتم شغالين مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله. ممكن نتقابل قبل الثلاثاء، هذه ما معروف اللي بيحصل شنو. لا احتمال يعني. انت وظروفك. ان شاء الله ربنا يسهل الامور. شكرا جزيلا. شكرا. طبعا ما متخيل انه الزمن انتهى. الزمن انتهى لانه احنا معزومين فطور ان شاء الله كذا بعد الهواء. عازمين الدين ولا عطل؟ عوض العبيد قاعد ما شايف الجلابيه كذا هنا. لكن شايف قبيل منتجنا اليوم عطل يتكلم عن الفطور. والله الفطور ده بيجي بس كلام على الهواء، ننتهي يا جماعه الفطور وبعد الفطور ما بتحصل اي حاجه. هو كمنتج ما قاعد عايزينكم يوم الجمعه الفطور.
عاد عوض اعطيك التخيرك على كل الضغط اللي قدمتها كمان مخايس كريبت الرسم تولينا مخايس صباح الشروق. شكرا كمان لتيم العمل حتى الملتقى باذن الله تعالى في حلقه قادمه صباح الشروق. شكرا جزيلا. عندي اشارات من الكنترول على لمة الفاتوره اللي حتكون ما بعد صباح الشروق. شكرا حسن ما يدي قال في باسطه هايتر ربنا يصبرنا. شكرا للمتابعه، مع السلامه.